الفستان اللي قلب المهرجان جبته بكام من غير ولا ملين؟ اغلى قطعه لبس مش عارفه يا محمد، مش عارفه. الدور اللي الجمهور معلمني بيه الدور النكديه بتاعت عاليه في نسر السعيد. جوزاء، الجمهور عرفني بجوزاء. احلى معاكسه اتعكستها. يعني كان في واحد حامش كده بيقول لي، بقول لك ايه، ما تجيبي رقمك انت يا بنتي وانا مش بكلمك، فكان عصبي قوي يعني. حامش على فكره، انا ما بعملش شعري كتير عشان هو بيبوظ وبيقف بيكهرب، فممكن اعمله مره في الشهر مثلا لو عندي مناسبه، لما بيضغطوا عليا قوي يعني. اكتر وزن 62. اكتر حاجه في شنطتي لازم تكون موجوده روج بلاشر ماسكارا لبان. احكي لك موقف حصل معايا وقعت فيه. في الواقع ماشي، هو كان قريب اصلا، هو على ريد كاربت من اول يوم اوبننج لما كنت بدرس كوجك. فانا كنت طالعه السلم بثقه وبتصور، فرحت متكعبله، بس عملت كاني انا اللي متكعبله عشان قال يعني ببص للناس وبعمل لهم باي باي وبتاع من غير هيلز بقى عادي. بس وقعت كتير. ممكن ارجع اعمل موديلنج تاني؟ لا ما اعتقدش، عشان انا شايفه نفسي في تمثيل اكتر، وده اللي انا عايزاه من وانا صغيره. كان حاجه كده. باي باي.